عدتش. طب وحتى لو هي شايل التساؤل خلي بالك اليابان مش عارف فين المباراه يا جماعه. اسبانيا في كاس العالم بتاع قطر اللي هي الكوره الجون بتاع اليابان او حاجه كده كان برضو، بس دي بقى وقتها كانت تقنيه يعني في تقنيه في الكوره وفي الملعب هي اللي حسمتها، لكن طبعا احنا الحمد لله ان في دور الثمانيه اصلا في فار. انت عارف التقنيه دي ليها كاميرات لوحديها طبعا، والكوره نفسها بيبقى فيها زي سنسورز وحاجات كده. لكن 28 كاميرا، 28 كاميرا ما لهمش دعوه بكاميرات الماتش كمان دول افريقيا هتخش مصر. لا 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 ولا افريقيا صعبه يا كابتن، دي صعبه جدا. لا افريقيا ده الكور نفسها فيها سنسورز معينه لكن انت في افريقيا اصلا عشان تحط نقط وهميه على الكوره وعلى اللعيبه، لما النقط وهميه عشان بعد كده في الجرافيك يحول النقط دي لجرافيك. 28 كاميرا؟ لا 28 كاميرا يا كابتن. انا قريت في كاس العالم مش فاكر لما جون كريستيانو رونالدو الكوره قال لك ما السنسور بتاع بيبقى فيه جول لاين تكنولوجي لا السنسور بتاع الكوره جاب ان كريستيانو رونالدو ما لمس الكوره فاتحسبتش ليه. الالكتروني ده الاوفسايد الالكتروني اللي هو سبب في ان هم يحطوا الكاميرات دي في لعيب بس بان ان ظهره وظهره استخدم مع الكوره اوفسايد حسبت اوفسايد لو حد فاكر الرسمه اللي كانت معموله دي كتير لا هم بقى التكنولوجي بقت في الحاجات دي مرعبه، بس مش هتوصل لافريقيا ولا دلوقتي. وانا اظن يعني مفيش استاد في افريقيا يتحمل الامكانيات ده مكلفه جدا فالموضوع صعب. استاد القاهره استاد العاصمه شكل افريقيا عاليه جدا فانت محتاج ليها سبونسرز بشكل معين ومحتاج 28 كاميرا بالظبط 28 كاميرا وبعدين في تكنولوجي للكاميرات دي لوحديها. يا راجل يعني احنا بنصور الماتش كله ب 12 كاميرا يا راجل بس خلينا يا عم نرجع مش كاميرات تصوير مش كاميرات تصوير. في مباراه الاهلي وسيمبا الفار كان بيعطل كتير يعني برضه حكايه ان افريقيا ان الفار يعطل والحكم يجيب الكباتن ويقول لهم ان الفار عطلان. انتوا خدتوا بالكم ثلاث مرات؟ انا شايف ان ماتشين الاهلي انا ما جربتش الفار فيهم بصراحه. انا ما جربتش ماتشين الاهلي في سيمبا. احنا الفار في الماتش اللي هناك اشتغل امتى؟ ده انت الكوره بتاعت موريس دي لو ما رجعش فيها للفار ده اجرام اللي هي البلنت اللي ما حسبش بتاع مودست. انت امتى هتستخدم الفار لو ما استخدمتوش في دي؟ لا كره مودست دي صعب لان مودست بحجمه ده ان واحد ياخده زي المصارعه كده وهاي السفليكس بتاعته غير السبليب اللي احنا بناكله في اسكندريه. لا السفليكس دي حاجه وعلى الارض كده وما تتراجعش. لا صعبه جدا. لا يعني التحكيم الافريقي وفي واحده هنا والله والله كده على فكره احنا بنتكلم ده من اول الدوري الافريقي يا كابتن. حتى ماتش صن داونز الكوره بتاعت بيرسي تاو ومع احترام يعني حضرتك هنا واحنا اتكلمنا حتى فنيا ان الاهلي مثلا في ماتش الذهاب كان في بعض الامور، ولكن في النهايه انت دي كوره ممكن لو كانت اتحسبت وكنت سجلتها واحد واحد بتفرق في الذهاب. انت هنيجي نتكلم يقول لك طب ما في الاياب الاهلي جاله بينالتي وضاعت. دي امور فرضيه، احنا بنتكلم بس ان انت في واقعه حصلت ان انت الفتره الاخيره ماتش اتحاد العاصمه كان فيه مشكله تحكيميه، فانت النهارده في اخطاء تحكيميه في افريقيا متكرره مع النادي الاهلي. حتى لما البعض بيتكلم هو النادي الاهلي هيشتكي ويشتكي ليه هو كسبان، لا ده حتى وانت كسبان لو عندك فرصه ان انت طب ولما تغلب ما هو بالظبط انت يعني النهارده انت كسبت بحسن حقك يعني ما في الاخر نفترض كنا اتغلبنا بسبب كوره زي دي. فهي الفكره كلها ان فعلا التحكيم في افريقيا التاني رجع محتاج مراجعه والناس تبقى صاحيه لان واضح ان في مشاكل في لجان التحكيم. انا معاك. لا ده انا عايز اقول لك الكارثه بقى ان رئيس نادي كايزر تشيفز اللي هو رئيس رابطه الانديه الافريقيه طالب النهارده ان هم يطلعوا فيديو الفار، الحوار اللي دار بين الحكم والفار ده عمره ما حصل في افريقيا، واظن ان لجنه الحكام الافريقيه مستحيل تعمل كده. نتمنى بنسبه كبيره جدا مش شايف فار اصلا. نتمنى ان هم يعملوا كده يعني انا نفسي يطلع لي كره مورست دي، بس يطلع لي حتى مش الحوار اللي دار، الحكام كانوا بيتفرجوا على ايه جوه؟ ما اكيد ما بيتفرجوش على الماتش يا كابتن. لا كانوا لابسين نظاره سوداء. اقول ايه بس؟ يلا الحمد لله تأهلنا. المهم تأهلنا، ولكن القدم هيبقى اصعب في مباراه زي مازيمبي دي. انت محتاج حكم، محتاج حكم عادل، محتاج حكم ما بيخافش بعيدا عن لا يخاف لا يخاف، وبالتالي لانه زي ما اتكلمنا ان ظروف المباراه الادموسفير الجو بتاع المباراه مش الجو الحراره والكلام ده، غير الحراره طبعا والرطوبه.